بكم أعزائنا طلبة صف سادس دفعة الأبطال الحبايب عباقرة المستقبل. نرجع نكمل The organelles in cytoplasm vacuoles الفجوات. They are membranous sacs, membranous sacs أكياس غشائية that exist in cell cytoplasm والتي توجد في cytoplasm الخلايا and vacuoles in some protists وبعض القليعيات بعض البروتيستا whereby it is represented by contractile vacuoles. عندي أنواع من الفجوات. النوع الأول contractile vacuoles الفجوة المتقلصة أو الفجوة الإخراجية which drain cells from surplus water and dissolve fecal material التي تخلص الخلية من بقايا أو المواد الإخراجية الإبرازية المذابة. هذا أشوفها وين بالضبط؟ أشوفها بالأميبا and paramecium. إذا قال لي على أماكن وجودها in cytoplasm of amoeba or paramecium or protist. They are also النوع الثاني هذا النوع الأول contractile المتقلصة. النوع الثاني temporary food vacuole الفجوة الغذائية المؤقتة. ليش مؤقتة؟ لأنها حالة وقتية يكونها الكائن الحي فقط عندما توجد دقائق غذائية. formed تتكون when food is surrounded by a membrane of the living organism. تتكون عندما تحيط المواد الغذائية تحاط من قبل الممبرين سائل الغشاء of the living organism للكائن الحي. يعني غشاء الكائن الحي يحيط بالدقيقة الغذائية. Food is digested inside these vacuoles. سم راح تدخل عندي الدقيقة الغذائية. الفود راح سوف ينهضم داخل الفجوة الغذائية من قبل by secreting enzyme الانزيمات المفرزة from lysosome من الجسيمات الحالة inside the vacuole. راح يصير عندي افراز للجسيمات الحالة لانزيماتها اندماج الجسيمات الحالة افراز انزيماتها الى داخل الفاكول food vacuole وتبدي تهضم مكوناتها. As for plant cells هسه النوع الثاني في الخلايا النباتية the vacuole are clearer الفجوة تكون واضحة أكثر than those in animal cells أكثر من الفجوات في الخلايا الحيوانية. They are small in young cells وتكون صغيرة في الخلايا الفتية and wide in adult cells وتكون واسعة في الخلايا البالغة. They contain juice of different dissolved materials known as cell sap. وهذه الخلايا اللي هي الخلايا العصارية تحتوي على عصائر لمواد مذابة مختلفة تسمى بالعصير الخلوي. وهذه هنا عندي أنواع الخلايا أنواع الفجوات contractile vacuole temporary food vacuole storage vacuole هي الخلايا العصارية أو الخازنة. نأتي هسه أكملنا تقريبا المواد أو العضيات الحية الموجودة في سيتوبلازم الخلايا الحية. نتيجة هذه أو نشاطات هذه العضيات راح تتكون عندي مواد غير حية. نتيجة نشاطات العضيات الحية تتكون مواد غير حية نتيجة نشاط العضيات الحية. Non-living continent of the cell المكونات الغير حية
They are temporary continent in cytoplasm وتكون مكونات. شلون تكون هذه المكونات؟ راح تكون عندي مكونات اللي هي اللي تكون نتيجة النشاطات العضيات الحية. هذه عبارة عن مكونات temporary، مكونات مؤقتة in cytoplasm، أسميها cytoplasmic deposit يعني المخلفات السيتوبلازمية. They are mainly formed by metabolic materials وتتكون بصورة رئيسية من مواد أيضية or pale deposit أو مخلفات متراكمة. These deposits have several forms، إلها أشكال مختلفة. Number one، lipids droplets and fatty، القطيرات الدهنية في خلايا الديبوس تيشو، في خلايا النسيج الدهني cells and liver cells. إذن القطيرات الدهنية وين تكون موجودة؟ في خلايا النسيج الدهني وخلايا الكبد. خلايا الكبد. Number two، formation represented by glycogen، تجمعات، طبعا تجمعات كربوهيدراتية حتى تكون glycogen and as a liver cells كما في خلايا الكبد. Number three، proteins stored in granular cells، البروتينات تخزن في الخلايا الغدية in the form of secretory granules، بشكل حبيبات إفرازية. These granules وهذه الحبيبات are periodically released outside the cell وتفرز بشكل دوري إلى خارج الخلايا. Number four، deposits of pigments، مخلفات المواد أو الصبغات and colorness أو المواد الملونة. Some cells produce pigments as in the skin cells، بعض الخلايا تنتج صبغات مثل خلايا الجلد. Number five، enzymes، hormones and some vitamins، الأنزيمات، الهرمونات وبعض الفيتامينات are also cytoplasmic deposit، وهي أيضا مخلفات سيتوبلازمية which are granular، تتخذ بشكل حبيبي spherical، كروي or oval أو بيضوي. And these are materials، وهذه المواد are surrounded by membranes، تكون محاطة بغشاء as in the case of neurosecretory granules، كما في الحبيبات الإفرازية العصبية. وإن شاء الله تكونون تستفادون من هذه المحاضرات، وأني أنزلها على قناة التليجرام مترجمة وأنزل وياها الأسئلة الوزارية. وشكرا جزيلا للمتابعة.